قام فريق منظمة البنيان المرصوص الإنسانية بتجهيز وجبات إفطار صائم جماعي على شريحة من الشرائح المتواجدة في جنوب دمشق المحاصر، وجزا الله عنا كل خير من ساهم ودعم. نشكر حملة النور، نشكر أهل الكويت شعبا وحكومة على ما قدموه لنا خلال شهر رمضان المبارك. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا